السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة مهمة بنشرح فيها خوارزمية الليبراري الجوريثم وهذه الخوارزميات اللي بنستخدمها في الاسيشن رولز. هذه الخوارزميات المهمة جدا اللي الطلبة بيوقفوا عندها كتير والمختصين. هنشرح خطواتها واحدة واحدة قبل ما احنا طبعا نتطرق لها في برنامج الويكا. تمام. المعيار الاساسي للليبراري الجوريثم انه احنا لازم يكون في عندنا الايتم سيت او الفريكوينت ايتم سيت. كيف بدنا نطلعها؟ بناء عليها بنقدر احنا بعد كده نطلع الرولز. لانه افترضنا ان انا في عندي داتابيز هنا لمجموعه من الترانس اكشنز، عمليات البيع والشراء في اي سوبر ماركت مثلا. فكان عندي مثلا الترانس اكشن الاولى الايتمز اللي تم شرائها 1 و3 و4، في الثانيه كانت 2 و3 و5 الى اخره، 4 عمليات كمثال. الان انا ايش بدي اعمل عشان اطلع انا الفريكوينت ايتم سيت؟ الفريكوينت ايتم سيت انه هو العنصر الاكثر تكرارا. طبعا هذا بيحط له مينيمم ثريشولد، احنا هنا حطيناه 2 مينيمم سبورت، حطيناه 2. هنبدا نعمل سكان لهذه العناصر، حناخذ الايتمز نفسها ونقسمهم في تيبل جديد. العناصر هنا 1 و2 و3 و4 و5، هاي حطيناهم موجودين عندي هنا. حبدا اخذ كل عنصر كم مره تكرر، هي السبورت تبعه كم مره تكرر في الترانس اكشن. عندي مثلا عنصر 1 هاي تكرر في الترانس اكشن الاولى وفي الثالثه، ما فيش غيره، هاي 2. العنصر رقم 2 تكرر في الثاني وفي الثالث وفي الرابع، برضه حنحط في قدامه 3، والثالث والرابع والخامس. الان بما انه المينيمم سبورت عند 2، يبقى كل ايتم السبورت تبعه اقل من 2 بحذفه. فانا في الحاله هذه الايتم رقم 4 هنا، الايتم 4 حينحذف اللي معنا. بيصفى عندي ليست جديده اللي هي فيها 1 و2 و3 و5 بالسبورت تبعهم. حبدا انا اعمل لهذه الايتم سيت اعمل جوين. جوين معروفه في الرياضيات انه احنا نفس المجموعه بنضربها مع نفسها ثاني. فمثلا حيصير في عندي الواحد حينجمع مع الاثنين في عنصر، والواحد مع الثلاثه في عنصر، والواحد مع الخمسه في عنصر. تمام. الان هنا 1 و2 هي 2 و1، تمام، ما في داعي للتكرار. يبقى الاثنين حجمعها مع الثلاثه ومع الخمسه، هي الاثنين مع الثلاثه، والاثنين مع الثلاثه، واثنين مع الخمسه. اخر شيء الخمسه، تمام، الثلاثه حتتكرر مع مين؟ مع الخمسه، العنصر الاخير. حطلع انا نتيجه الجوين ال1، حصير في عندي ايتم سيت. طبعا ايتم سيت هنا احنا بنكرر، بنبدا نوسع فيها واحده واحده لما نصل لاكبر طول ممكن. صار في عندي الايتم سيت هاد، حروح اعمل سكان على الداتابيز مره ثانيه، هل الايتم سيت 1 2 موجود هنا وموجود كم مره؟ الان 1 2 في عندي هنا 1 2 هاي مره، يبقى حيصير عندي السبورت تبعه كم؟ 1. طيب 1 3 موجود عندي هنا مره وهنا مره، تمام، لانها سب ست، يعني مش لازم بالترتيب هنا، يعني 1 3 بتنفع، 1 5 بتنفع. يبقى هذه مرتين، يبقى حنحط له 2. 1 5 موجوده بس مره واحده، هاي واحده، وهكذا لبقيه السب ست. تمام. الان مين منهم اقل من 2 برضه حينحذف، فحنحذف 1 2 و1 5 لانه السبورت تبعهم بس 1. حيصفى عندي عنصر 2 3 4، ححطهم في الليست 2. تمام. في الليست 2 صفى عندي 1 3 2 3 2 5 و3 5. جيد. طيب الان ال2 اضربها في بعض، اعمل كمان مره جون. انتبه، احنا هنا عملنا جون، هنا هنعمل جون. لما نيجي نعمل جون ل 1 3 مع 2 3 بالطريقه هذه، هي 1 3 2 3، العنصر المشترك بيروح، فبصير عندي انا هنا الناتج 1 2 3. طيب 1 2 3 من خصائص البريري انه انت لو في سب ست قبل كده انت استبعدتها، مش مسموح انه انا احطها في اي ايتم ست مره ثانيه. يعني لو عندي انا هنا 1 2 3، هذه ايتم ست جديده، 1 2 3، 1 2 3 فيها 1 2. طب 1 2 هنا انا رفضتها، عملت لها ريجكت، شلتها. فواحد اثنين لو اجت في اي ايتم ست بعد كده، الايتم ست كله بشيله. تمام. لان هذه من الخصائص. اوكي، يبقى عندي انا 1 2 3 بتروح عندي، وهذه مع هذه 1 2 3 5. طيب 1 2 3 5 فيها 1 5 برضه بتروح. طيب 1 3 مع 5 1 3 5 فيها 1 5 برضه بتروح. طيب خلاص، يبقى العنصر هذا لما عملت له جوين مع الكل ولا واحد ظبط، لانه كلهم كان فيهم سب ست ريجكتد قبل كده. طيب نيجي ل 2 3، 2 3 5، الاثنين مشتركه، 2 3 5 هل ريجكت قبل هيك؟ لا، يبقى بحطها وبكرر نفس الكلام.
النتيجه النهائيه عندي انه انا في عندي 1 ايتم سيت 2 3 5 السبورت تبعها تعال هنا 2 3 5 2 3 5 هاي مرتين يبقى السبورت تبعها 2 والمينيمم تبع كان 2 يبقى هذه سيلكتد تمام مسموح بها ان انا اخذها بالطريقه هذه الايتم سيت خلصنا كده لانه هذا فيش امكانيه يعمل جول معها هذا هي واحد بالطريقه هذه انا كم عندي ايتم سيت ممكن استعين بهم عشان اعمل رولز بعد كده ال 3 2 3 5 واي ناس في ال 2 مش سب سيت من هنا مش سب سيت من هنا يعني 1 3 مسموح 2 3 لا لانه هي سب سيت من هنا طيب 2 5 لا لانها سب سيت من هنا 3 5 برضه لا لانها سب سيت من وين من هنا فبينتج عندي 2 ايتم سيت بقدر اعتمد عليهم عشان اعمل بعد كده الاسوشن رولز اللي هم 2 3 5 و 1 3 هذول التو فريكوينت ايتم سيت بقدر انا اعتمد عليهم عشان اشتغل عليهم بعد كده طبعا هذه في فيديو ثاني حنشرح ان شاء الله لاحقا بنستخدم معهم الكونفيدنس يعني اشوف مين منهم الاقوى ان انا اطلع منها اسوشن رولز بعد كده ارجو ان يكون الشرح واضح وسهل واي استفسارات ممكن تكتبها في كومنت على الفيديو في القناه وحرد عليكم ان شاء الله يعطيكم العافيه.